السلام عليكم متابعيني يا لين، اول مره بعمل تحدي مع برهوم لنشوف مين اشطر، انا ولا برهوم. برهوم شو رايك، مين اشطر انا ولا انت؟ انا. مين بده يغلب؟ انا. انت؟ طيب يلا جاهزين؟ جاهزين. احنا مش عارفين شو حطوا لنا بس نجرب. يلا بس تسافري بنحط ايدنا برهوم. اوكي السكر ملح ملح سريع. برهوم ايش؟ ملح سكر. سكر. مين حكى بالاول؟ انا. لبني. ايش هذا برهوم؟ فرشتك الاسنان. معجون الاسنان. يا ساتر. كمان عايز زيت. زيت زيتون. زيت زيتون. يا ساتر. شو برهوم؟ شو هاي؟ عجوز. برهوم انا بهار. لا. قهوة. زيتون. زيتون. كيف شغله؟ ريحه حلوه. الزعتر. مش عارفه ايش احط ايدي. بحب الزعتر. الملح. حلمون. طيب متابعين، هاي حصاله شو مكتوب عليها؟ لمين هاي؟ الي. هاي لبرهوم. شو برهوم ربح؟ نشجع اولادنا في البيت، نشجع الاهالي يعملوا، بما انه ما احنا محبوسين، يعملوا فعاليات مع اولادكم، نشاطات، هيك شغلات بتضيعوا وقت، الولد بنبسط، بتعرف على مذاقات مختلفة، يعني هو ما عرفش اخر شيء من حلمون، هون ربح 10 شيكل، راح يحطها بالحصالة، هاي لإله ربحته، كل فعالية بنعملها بنصير نعطيه هيك مبالغ بسيطة عشان يحط ويوفر. برهوم هاي لمين؟ كله. شو بدك تعمل فيها؟ تحطها هون بالكجة. بالكجة، وهاي وين بدك تحطها؟ اخبيها. شو فيها؟ هاي فيها كثير؟ دائما انت بتحط فيها؟ اخبط كيف منيح. هي احكي لهم يا اولاد اعملوا هاي الفعالية، يلا. اعملوا هاي الفعالية. بس ليش بتحدد؟ يا اولاد اعملوا هاي الفعالية. يا اولاد اعملوا هاي الفعالية. يلا هات بوكس.